يمكن أكون أجلت الفيديو ده كتير، ويمكن ما كنتش أصلا بفكر أعمله في يوم الأيام، ولكن مش عارف حاجة كده خلتني أدوس على الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، ويمكن معظمكم شافوا أو بعضكم شافوا. وأنا بتفرج عليه حسيت إن أنا لازم أعمل الفيديو ده. أول حاجة عايز أتكلم فيها إني أنا مش هشتغل في شركات تاني. سخافات كتير قوي بتحصل في الشركات، اسفين كتير ملهاش اي لازمه وملهاش اي معنى. ما اعرفش القرار ده هياثر عليا سلبا ولا ايجابا في المستقبل، الله اعلم، بس هو قرار انا مبسوط بيه وحاسس ان انا مرتاح جدا. مش عايز احقق احلام حد تاني، عايز احقق احلام انا. عدى على الفيديو ده 5 سنين وشهر وخمس ايام بالظبط. اوقات كتير البني ادم بيفقد الطريق او بيفقد الهدف او بيفقد الدافع، ممكن يكون بيفقد الدافع للحاجة اللي هو عايز يعملها. كان أصعب قرار أي حد ممكن ياخده في حياته، 30 سنة أو كان عندي يعني 30 سنة وبتقرر أن أنت مش هتشتغل في شركات تانية خالص. وده الحقيقة ليه أكتر من معنى. المعنى الأولاني أن أنت فعلا اتخنقت من شغل الشركات وخلاص ما بقتش قادر تقدم حاجة، والمعنى التاني أن أنت هتاخد خطوة بقى لقدام، والخطوة اللي لقدام دي يا ترى هتنجح ولا هتفشل. يعني أن الناس اللي حواليك بتنيمك أو بيدوسوا على كتفك فتحس أن أنت تقلت، ممكن يكون أنت نفسك مش متحمس كفاية، ممكن يكون برضو انت بتراهن على حياتك وعلى مستقبلك وعلى كاريرك. والاخطر من كده ان انت تعمل اصلا فيديو على اليوتيوب وتطلع تقول للناس انك مش هتشتغل في شركات تاني، فده كان صعب جدا الحقيقة. ولو انت رجعت في قرارك فانت الناس هتشوفك بترجع في كلامك، وانت احرجت نفسك قدام الناس كلها تقريبا. يعني فمعنى ان انا اعمل فيديو عن الحكاية دي ان خلاص انا قررت يا جماعة، وده قرار نهائي. ناس كتير من اللي حواليا شافوني مجنون، وانت ازاي يا ابني اصلا تعمل الحكاية دي وكده، ولكن كان الموضوع بعيد تماما خالص والله عن الجنون وعن المغامرة او الريسك او كده، لكن كان احساس قوي جدا ان انا لازم بقى اعمل حاجة، لازم اعمل اسمي، اعمل نفسي، لازم احقق طموحي واحلامي انا بقى. بس كل ما تحس ان انت هتحبط وتيأس افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان اليأس كفر. البشر قالوا ان اليأس خيانة، بس ربنا قال ان اليأس كفر. ودايما افتكر الكلمة المكتوبة ورايا دي، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. When you want to give up remember why you started. يعني لما تعوز تستسلم افتكر انت ليه ابتديت. افتكر دايما الهدف اللي انت ابتديت علشان لما تبدأ اي طريق كده تبص لبعيد قوي. طبعا الموضوع كان ليه اسباب كتير، وكانت الفترة دي اشتغلت في اكتر من شركة، وشركات كبيرة وشركات اي كلام، واكتشفت ان ما فيش فرق تقريبا ما بين شركة اي كلام وما بين شركة محترمة وكبيرة وكل الناس بتحلم يعني ان هي تشتغل فيها. اكتشفت ان ما فيش فرق خالص بين الاتنين. ولكن اغرب حاجة حصلت لي في حياتي ان انا اكتر حاجة عمري ما تخيلت ان انا اشتغلها او عمري ما تخيلت ان انا اعملها هي اصلا شغلي دلوقتي الاساسي، وهي ان انا اعمل كورسات. يمكن دي كانت اكتر حاجة ما كنتش اتخيل ان اعملها. وبالعكس كمان انا كان اي حد يقول لي ما تدي كورسات زمان، يعني قبل الخمس سنين دول، كنت اقول له انا مش يعني مش انا الراجل اللي ادي كورسات، مش انا خالص يعني. ولكن بعد ما دخلت في الحكايه واكتشفت ان انا يعني ناس بتقول ان انا بشرح كويس وان انا بقدر اوصل المعلومه بسهوله، اكتشفت ان انا اصلا المفروض كنت اعمل كورسات من زمان يعني. وده غريب جدا الحقيقه، ان طول حياتك انت بتتمنى حاجه وبتعوز حاجه واللي بيحصل اصلا حاجه تانية خالص. ويمكن الحكايه دي ليها علاقه بربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تدعي ربنا ما تقولش يا رب اديني اللي انا بتمناه، اعمل لي الخير ليا. فلما يكون حلمك اصلا ان انت تبقى حاجه وفجاه تكتشف ان انت بقيت حاجه تانية خالص، فهنا في حاجه بتحصل. ربنا بيقول لك لا، مش ده الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه، هو طريق تاني خالص غير اللي انت عايزه او بتتمناه. يعني انا اكتر حلم حلمته في حياتي ان انا اكون مدير شركه او كريتيف دايركتور في شركه كبيره، وقد كان. ولكن بعد ما كان اكتشفت ان لا، ما انا مش عايز كده خالص، انا عايز احقق ذاتي، عايز ابقى نفسي، لاني انا شايف ان انا كويس وانا كده، او انا شايف ان انا بحب اشتغل مع نفسي او اقدر اقدم كتير وانا مع نفسي، غير لما اكون في تيم وورك او غير لما اكون بشتغل في شركه تحت امر حد، او ان حد يقول لك لازم تعمل الحكايه دي او يتفرض عليك بروجكتس انت اصلا مش مقتنع بيها تماما، ده غير اصلا انك مش واخد حقك بالكامل. فده كان
سبب كبير من الأسباب الحقيقة. ويمكن عملت أنا حلقات كتيرة عن الحكاية دي، عن يعني عيوب الشركات وكده، ولكن ما تاخدوش كلامي برضو أني أنا بقول لكم سيبوا الشركات اللي أنتوا بتشتغلوا فيها وكونوا فريلانسر. التجربة بتاعتي لا تصلح غير على الناس اللي شبهي، لكن ممكن أنت تكون شايف نفسك شاطر في الشركات أو مع تيم وورك، فخليك زي ما أنت. الحكاية كلها انك تشوف انت شاطر في ايه او بتعرف تعمل ايه وتعمله. ويمكن اللي خلاني اعمل الفيديو ده اني محتاج ان انا اقول لكم ايه اكتر الدروس اللي اتعلمتها في حياتي طول الفترة دي، طول 5 سنين بعد القرار ده. يمكن من اهم الدروس انك اوعى تشتغل مع حد مش متخصص في مجالك، يعني فاتحينها سبوبة او معاهم قرشين وفاتحين شركة وجايبينك تتفحت وتتردم في الشركة دي. النوع ده هيحلبك حرفيا، انا اسف اللفظ يعني، لكن النوع ده هيجيب اخرك، هيخليك تكره نفسك وتكره مجالك وتكره مهنتك وتكره كل حاجة في حياتك. فما تشتغلش مع غير متخصصين ابدا. لازم تشتغل مع ناس بتفهم في شغلك كويس قوي، فاهمين تخصصك كويس جدا، وفاهمين سيكولوجيه المصمم اصلا. درس تاني برضو المهم جدا اللي انا اتعلمته بصعوبه، انك ما تخافش مهما كانت الناس شايفينك مجنون او مختل او ان يبدي ما ينفعش الكلام ده، اوعى تخاف. اثبت لهم ان انت مجنون فعلا، واعمل اللي انت بتفكر فيه او نفذ قرارك فعلا اللي كل الناس شايفينك مجنون بسببه، لان هو ده اصلا القرار الصح. بمجرد ما تحس انك خلاص مش قادر تكمل في المكان اللي انت فيه وان المكان اللي انت فيه ده ما بيقدملكش اي جديد ولا اي اضافة، سيبه فورا، اخلع يا معلم. ولو اي حد من اللي حواليك سواء صحابك او اهلك او عيلتك، اي حد بيحاول يحبطك او ييأسك او يقولك انت مش هتقدر تعمل ده او مستحيل يا معلم انت مش دي قدراتك ومش دي احلامك ومش دي طموحك، الناس دي ابعد عنها على طول، لان الناس دي كل هدفها ان هي تجيبك تحت او تجيبك ارض او تتقلك. في ناس اكيد من اللي حواليك بيغيروا منك، وممكن يكون اقرب الناس ليك بيغير منك وانت مش واخد بالك او انت ما تعرفش. فلما اي حد تحس انه بيحبطك او بيجيبك ورا او يقولك انت مستحيل تعرف تعمل كده، بيعه يا معلم على طول، يعني ارميه ورا ظهرك وما تسمعلوش وابعد عنه احسن مهما كان هو مين. الدرس برضو المهم جدا اللي انا اتعلمته في حياتي، انك ما تحكيش اي حاجة بخصوص طموحك او احلامك او انجازاتك. حاول دايما تفاجئ الناس اللي حواليك، يعني حاول دايما تفاجئ نفسك اولا يعني. ودايما الاحلام او الطموحات لما انت بتحققها وبتشتغل عليها في كتمان وفي سرية بتتحقق سبحان الله، يعني غير لما تقول انا هعمل كذا وناوي اخطط لحياتي بالشكل الفلاني، الموضوع ما بيمشيش للأسف. يعني ليه بقى؟ ما مش عارف، مش قادر أحطها بين قوسين في يعني جملة مفيدة، ولكن معظم الحاجات اللي اتحكت للناس ما بتتحققش يا معلم. اتقل دايما في شغلك واشتغل لآخر نفس فيك ودوس آخر البنزين واعمل اللي عليك بقدر الإمكان، لأنك هتقول في الآخر إن أنا عملت اللي عليا ومش هقدر أقدم أكتر من كده. فدايما تتقل في شغلك واعمل اللي عليك، ما تبخلش يعني على شغلك. والنصيحة الأهم إنك تبدأ، يعني ما تقعدش تقول انا عايز اتعلم كذا او عايز ادخل المجال الفلاني. ابدا يا معلم، ما تقعدش تفكر كتير، ما تقعدش تدور على كورسات او تقعد تجمع برامج وتجمع كورسات او تولز، ابدا فورا. يمكن دي حاجه انا اتعلمتها مؤخرا، لان الوقت يمكن هو اكتر حاجه انت هتندم عليها في حياتك ومستحيل تعرف ترجعه. الوقت فعلا اهم من الفلوس بكتير، لان الفلوس ممكن تتعوض لكن الوقت مستحيل تعوضه يعني. لكن اي حاجه تانية ما اعتقدش ان هي تستحق الندم او تستاهل ان انت تندم عليها يعني. وبما اننا برضو بنتكلم عن الندم والوقت اللي فات، اعرف دايما ان في وقت انك تعمل الحاجه اللي انت عايزها، لسه ما تاخرتش. لكن لو ما اجل حاجه نفذها فورا. هل ندمت بقى ان انا اعتزلت الشغل في الشركات وكده، او ان انا بقيت يعني فريلانسر، او ان انا بقى عندي zackworks.academy او عندي zackworks.com دلوقتي؟ خالص، عمري ما ندمت يوم، بالعكس انا كل يوم بحمد ربنا ان انا خدت القرار ده وان انا نفذته. لان في ناس على فكرة منكم سألت انت ندمت على القرار او ايه اللي حصل بعد السنين دي كلها؟ انا عمري ما ندمت لحظة، بالعكس انا شايف ان انا يمكن ده من اهم القرارات اللي خدتها في حياتي ونفذتها، ويمكن اهم انجاز انا عملته في حياتي. وعامل الاستوديو بتاعي وعندي الكيان الخاص بيا zackworks.academy او اكاديمية zackworks اللي بنقدم فيها كورسات ورش محترمة جدا وتقدر توصلك في مجال الموشن جرافيكس. الخطوة ثابتة جدا، في ناس الحمد لله اتخرجت من الاكاديمية واشتغلوا دلوقتي في قنوات فضائية وفي شركات كبيرة. ده غير بقى طبعا الحمد لله الانجاز الالز في الحكاية دي كلها وفي الرحلة دي كلها طول الخمس سنين، ان الحمد لله جبنا درع اليوتيوب بتاع 100,000، وان احنا عندنا اكتر دلوقتي من 100,000، عملنا اكتر من 120 حلقة يوتيوب، قدمنا فيهم الحمد لله كمية معلومات جبارة. يعني الحمد لله سايبين ارث كويس للاجيال اللي جاية الجديدة، وكمان للناس اللي موجودين دلوقتي بيتعلموا. لكن بعد الخمس سنين دول وتحقيق هدفي الشخصي او الخاص، اكيد اكيد لسه اللي جاي احسن بكتير.
وأقوى كمان من اللي راح. أنا لسه ببتدي، وكل يوم هقول لنفسي إن أنا لسه ببتدي مهما كان عمري قد إيه، لأن أهم حاجة في حياة البني آدم إنه يفضل عنده شغف، إنه يفضل يتعلم جديد، إنه كل يوم يعمل حاجة جديدة مختلفة، إنه يطور نفسه كل يوم. قعدتك قدام التلفزيون أو ضيع وقتك قدام أي حاجة عبيطة أنت بتعملها مش هتفيدك خالص. طور مستواك وطور شخصيتك، خد كورسات في أي حاجة أو في أي مجال أنت حبه، المهم أنك تعمل حاجة. يعني القعدة وضياع الوقت دي أكتر حاجة أنت هتندم عليها في حياتك. مش حلو الندم خالص على فكرة. فلو أنت قاعد دلوقتي معلم ومأجل حاجة، قوم اعملها على طول يعني، وبكرة أكيد أحسن إن شاء الله إن شاء الله. يعني مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. ما حبيتش على فكرة إن الحلقة تكون درامية زي ما إحنا متعودين في بعض الحلقات، ولكن أتمنى إن شوية الدروس وشوية الحاجات اللي إحنا قلناها النهاردة دي والحاجات اللي أنا استفدتها طول الخمس سنين تكون يعني إلهام لبعض الناس منكم إن هم يحققوا هدفهم بإذن الله. وأنا لسه كمان بحقق أهدافي معاكم على فكرة، يعني لسه إن شاء الله في حاجات كتير الواحد بيفكر فيها، ولكن إحنا اتفقنا بقى إن إحنا مش هنقول حاجة عشان تتحقق يعني إن شاء الله بإذن الله. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله من زاك توك. تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان نشوف الحلقات الجاية إن شاء الله. في حلقات جاية حلوة، لكن مش هقول زي ما احنا اتفقنا. كان معاكم محمد زازوق من zackworks.com وzackworks.academy. السلام عليكم.